قبل ما نبدأ في موضوع الفيديو ياريت كلنا ندعي لإخواتنا في غزة والسودان ربنا يقويهم ويفك أسرهم. زي ما شفتوا في المقدمة كده هنتعلم مع بعض إزاي تحول أي صورة عندك لفيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني. كل اللي عليك إن أنت تتابع الفيديو للآخر علشان تعرف الطريقة بتتم إزاي. من فترة موقع رانوي المتخصص في تقديم خدمات الذكاء الاصطناعي بمختلف أنواعها أعلن عن خدمة جديدة بيقدمها وهي التكست تو إيميج أو إيميج تو فيديو. بمنتهى البساطة أنت لو عندك صورة ثابتة وعايز تعمل لها تحريك أو موشن كنت بترفعها على الموقع ده وبتبتدي هو يحولها لك لفيديو، لكن للأسف يا شباب الموقع ده غير مجاني، هو مدفوع والخطة المجانية فيه بتديك لحد 3 مرات استخدام وبعد كده بيطلبك بالدفع، حتى إن أسعار الاشتراكات بتاعته غالية ومش في تناول الإيد خالص. فأنا قعدت الصراحة أدور على بديل مجاني يديني نفس الخدمة اللي بيقدمها رانوي ولكن بشكل مجاني تمام. فقبل ما اقولك ايه هو البديل بتاع فيديو النهاردة انزل اعمل لايك وشير وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. موقع النهاردة هو leonardo.ai. الموقع ده انا بعشقه حرفيا وكنت اتكلمت عنه قبل كده في فيديو عن بدايل مجانية لميد جورني، هسيب لك اللينك الفيديو في الاي اللي فوق. طيب سؤال، هل موقع ليوناردو مجاني؟ احب اقولك يا صديقي ان الموقع ده بيديك 150 نقطة تستخدمهم بشكل مجاني في اليوم وبيتجددولك في اليوم اللي بعده، يعني الموقع ده ممكن يكون مجاني معاك مدى الحياة، وحتى الخطة المدفوعة فيه بتديك شوية امتيازات بسيطة. يا رب الموقع يفضل مجاني كده وما يجوش يغيروا سياسته مرة واحدة. من ضمن الحاجات الجديدة اللي اضافت ليوناردو هو الموشن أو تحريك الصور. بمنتهى البساطة زي ما انتوا شايفين لو جينا هنا على موشن هنلاقي مجموعة من الصور، يعني تعالوا على سبيل المثال نشوف الصورة دي أو زي ما انتوا شايفين الصورة دي كأنها معمولة. أيضا أن تدعموني بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد ببرامج الأفتر إفكت وبرامج التحريك اللي كانت العمليات دي بتاخد منك وقت ومجهود وفترة طويلة جدا عشان تطلع نتائج زي دي زي ما انتوا شايفين اهو، كل ده بشكل مجاني تماما يا جماعة، انت مش بتدفع اي فلوس تقريبا. طبعا اكيد كله خطر على باله سؤال واحد دلوقتي وهو هل الفيديوهات والصور دي عليها حقوق طبع ونشر؟ يا جماعة الموضوع ده أنا بحثت فيه كتير، وأسهل ما يقال فيه إن الصور المعمولة بالذكاء الاصطناعي أو المصممة بالذكاء الاصطناعي هي أساسا صور ما كانش ليها وجود وأنت تعتبر مصممها من الصفر، فما عليهاش حقوق طبع ونشر. طيب بالنسبة للفيديوهات دي، الفيديوهات دي جاية من الصور اللي ما كانش ليها وجود وأنت عملت لها وجود أو صممتها، باختصار أنت صاحب حقوق الطبع والنشر. أيضا أن تدعموني بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. والفيديوهات دي مش ممنوعة ولا محظورة ولا هي ولا الصور المصممة بالذكاء الاصطناعي، بس في ملاحظة، لو أنت جيت مثلا على موقع زي ليوناردو وجيت رحت عجبك الفيديو ده ورحت عامل له داونلود واستخدمته على مقاطع الفيديو الخاصة بيك أو في المحتوى الخاص بيك عموما، وكان صاحبه اللي عمله تصميم قبل كده استخدمه في محتوى خاص بيه، من حقه يطلبك بحقوق الطبع والنشر لأن أنت اللي استخدمت المحتوى بتاعه. فنصيحتي ليك يا شباب لو حابب تعمل حاجة زي كده بلاش تاخد حاجة جاهزة زي ما انتوا شايفين من دول وتعمل الصورة او التصميم الخاص بيك بنفسك. طيب انا لو حابب اعمل تحريك لأي صورة بعمله ازاي؟ خلينا مثلا نجرب مثال صغير، نختار الصورة دي زي ما انتوا شايفين فتح لك اوبشنات كتير في الصورة زي البرومبوت، لو حابب تعمل ريميكس للصورة، لو حابب تغير او تستخدم برومبوت تاني مع الصورة. احنا هنيجي على ايميج تو موشن، هنضغط عليها بالشكل ده وهجيب لك المقياس ده كده، ده مظبوط على 5، لا تزوده ولا تقلله، نصيحة يعني لأن أكتر من كده بيبوظ الفيديو وأقل من كده بيبوظ الفيديو. أيضا أن تدعموني بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. بيسألك إن أنت حابب الفيديو ده بعد ما يخلص يتحفظ عندك برايفت ولا يبقى بابليك. طبعا برايفت هنا باشتراك واحنا مش فرق معانا. طيب الخدمة دي بتاخد منك 25 نقطة من 150 نقطة المجانيين بتوعك، يعني أظن ده حاجة كويسة جدا لأن هو اي نعم ربطك بعدد نقط معين لكن انت تقدر تعمل كذا مرة وكذا فيديو في اليوم. تعال نقول له جنريت، وزي ما انتوا شايفين هو بيحمل معانا الفيديو وهيطلع لنا النتيجة النهائية مع بعض. وبكده يا شباب دي النتيجة النهائية اللي ظهرت معانا زي ما انتوا شايفين، يعني بصراحة مشهد سينمائي. لو انت كنت حبيت تعمل كده ببرامج الافتر افكت او ببرامج المونتاج عموما كنت هتدخل في دوامة كبيرة ومش هتخلص منها فوقت قريب. طيب تعالوا كده نجرب نعمل صورة بتاعتنا ونعمل لها تحريك، ده برومبوت كده انا عملته وانا قاعد بالاي اي،
خليت شات جي بي تي يكتبه لي يعني. أيضا أن تدعموني بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. زي ما أنتوا شايفين دي الصورة اللي طلعت معنا. لو حابين نعمل لها تحريك بنيجي هنا عند الخانة دي اللي هي New Generate Motion Video بندوس عليها. مش عارف نفس الشروط نقوله Generate. وزي ما أنتوا شايفين بدأ عملية التحميل علشان يولد لنا الفيديو. اوكي شباب دي النتيجة اللي طلعت معانا. بصراحة هي خيشت شويتين للأسف يعني، هي مش أحلى حاجة. بس انت أيضا أن تدعموني بالإعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. ممكن تقعد تحاول وتجرب في الفيديو كذا مرة أو في الصورة كذا مرة لحد ما يطلع لك الفيديو اللي انت عايزه. خلينا برضو نجرب في صورة التنين دي. تعالوا طيب نجرب كده نقلل خط حاجة بسيطة في المؤشر ده أو الموشن سترينس ونقوله جنريت. وزي ما انتوا شايفين يعني ألطف شوية، بس يعني محتاجة شوية تحسين، ما عجبتنيش أوي الصراحة. طيب أنا دلوقتي عجبني الفيديو ده وحابب أخده عندي على الكمبيوتر. تيجي هنا تدوس Download MP4 وتنتظر شويتين وهو الفيديو اتحفظ معاك. كمان يا شباب من مميزات ليوناردو ان انت كمان مش بس تقدر تعدل على الصورة وتخليها فيديو، انت ممكن تعدل على الصورة نفسها. زي مثلا ان انت تقدر ترفع جودة الصورة اهو بالشكل ده وبياخد منك 8 نقط. وزي ما انتوا شايفين الصورة جودتها بقت كبارة. ولو حابب تعلي كمان عن كده مفيش مشكلة، تقدر تخفي الخلفية او تعمل لها حذف. تقدر تاخد البرومبت اللي انت استخدمته ده وتعدل عليه مرة تانية. يعني زي ما انتوا شايفين كأنه مشهد من فيلم قصير. يعني انت تقدر تعمل حاجات جبارة عن طريق التقنية دي بس. يعني انت ممكن تعمل افلام كاملة، تقدر تعمل محتوى على اليوتيوب متعلق بالفيديوهات دي، وتقدر تستخدمها كمان بدون حقوق طبع ونشر، ودي ميزة رهيبة جدا. نيجي بقى لصورة واقعية شوية زي دي مثلا ونشوف هيعمل لنا فيها ايه. نقول له جنريت. هننتظر معانا لغاية ما يخلص تحميل. بصراحة يعني النتيجة طلعت كوميدية او كأن الكلب بيدوب، بس انت طبعا تقدر تفضل تحاول في الصورة لغاية ما تطلع لك نتيجة احسن. كمان ميزة حلوة قوي اكتشفتها في ليوناردو وهي الكانفاس او الريزايم كانفا. تعال نشوفها كده مع بعض عبارة عن ايه. منتهى البساطة لو جيت رسمت كده مثلا زي ما انتوا شايفين اهو، كل ما ترسم حاجة كل ما هيحول لك الصورة لشيء واقعي على قدر المستطاع طبعا. يعني كمان انت ما بقتش محتاج تكتب علشان تقدر تولد الصورة اللي انت عايزها. زي ما انتوا شايفين يعني النتائج كل ما بتزود كل ما بتبقى مبهرة اكتر. بس طبعا محتاج تكون ايه رسمك واضح شوية. انا برسم لكم اي كلام علشان خاطر الشرح. واو يعني بصوا دي نتيجة مبهرة، انا برسم اي كلام. تقدر كمان تعدل وترفع جودة الصورة دي عن طريق الفلاتر. لو جينا دوسنا مثلا على الانمي زي ما انتوا شايفين اهو طلعت لنا صورة انمي. تقدر كمان تدوس على دايناميك بقت صورة جميلة جدا. لو جينا قلنا مثلا اي فلتر تاني، خلينا نقول البينتينج او اللوحات، ممتازة ممتازة يعني دي تدخل بها معرض فنون وصدقني هتكسبها. تقدر كمان تعدل على عليه من هنا من حاجة اسمها كرياتيفيتي سترينس او المستوى الابداعي بتاع الذكاء الاصطناعي. كل ما تقلله كل ما طبعا بيبقى اغبى، لكن كل ما تعليه كل ما بيطلع نتيجة معاك احسن. زي ما انتوا شايفين يعني لوحة ممتازة جدا. تعالوا لو قلنا انمي كده، يا ربي يا ربي على التحفة يا ربي. تعالوا ندوس على انتجريت ونقول له ان كرييتيف مود. ايضا ان تدعموني بالاعجاب والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. وطبعا دي حاجه اسمها السويتش تو ان بينت. لو انت عندك رسمه او صوره بالفعل موجوده او انت حابب تعدل على صوره زي ما انت شايف كده، ابقوا جربوها انتوا وقولوا لي رايكم تحت في الكومنت. هسيب لكم في الاي اللي فوق لينك لفيديو كنت بتكلم عن اكتر من بديل مجاني لميدجورني ومن ضمنهم ليوناردو. وكمان هسيب لكم فيديو بيتكلم عن احسن بديل مجاني من وجهة نظري لميدجورني في الاي اللي فوق او في التعليق المثبت.